اللي بيحصل ده جديد؟ ايه اللي بيحصل جديد؟ انا اقول لك اللي انا اعرفه، يعني اللي انا عشته، يعني انه والله يا جماعة احنا هنعمل مثلا خطة متعلقة بالمناهج بتاعت مثلا المرحلة الابتدائية، والوزارة بتعلن خطتها وبتشتغل عليها، وبعدين تبدأ تحدد مواعيد التنفيذ ومراحلها وخلاص وانتهينا. وده الوزارة بتعمل كده، ده اللي أنا عشت فيه تقريبا 50 سنة من ساعة ما اتولدت، 48.5 بالظبط. لكن انه ألاقي الوزارة تقول لا، ده أنا لازم أشارك الناس في الخطة بتاعتي لتطوير المناهج. طب هشارك الناس إزاي؟ يعني هعمل حوار مجتمعي أشارك بيه الناس في المناقشة وفي الأفكار علشان أقدر أطلع الخطة الاستراتيجية بتاعتي بتاعت 24-29. والوزارة الحقيقة نقت المرحلة الأهم في التعليم ألا وهي الابتدائية. أنا بتكلم جد مش بهزر، هي المرحلة الأهم، عشان بس تبقى فاهم إنه في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، المرحلة الأولى دي اللي هي بتاعة التعليم الابتدائي، إحنا بنسميها عندنا الابتدائي، هي المرحلة التي تلقى الاهتمام الأعلى في أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة تعليم في أي دولة من الدول الكبيرة. وتلاقي إنه المدرس بتاع الابتدائي ده هو المدرس اللي بيتم التدقيق في قدرته وفي كفاءته وفي شهاداته وفي أساليبه، يتعمل له تقييم مستمر، يقول لك والله أنا دي المرحلة اللي الولد الصغير ولا البنت الصغيرة دي بيكبر فيها ومخه بيبدأ يتكون، فأنا ما عنديش مرحلة أهم من دي. حلو. وفي نفس الوقت هنشارك المجتمع جديد. خلوني هنا أخذ معايا على التليفون صديقي وزميل العزيز شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ أهلا بك يا يوسف، تحياتي. عامل إيه؟ إيه أحوالك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ده شغل مختلف وجديد يا شادي، تحصل مشاركة مجتمعية على استراتيجية الوزارة لمناهج الابتدائي، لم نعتد ذلك زمان. الحقيقة يوسف يعني الخطوات اللي بتتم حاليا يعني هي خطوات غير مسبوقة يوسف. يعني احنا الوزارة او الدكتور رضا حجازي تحديدا حريص كل الحرص على يعني تحقيق الشفافية والمواجهة الفعالة لكل التحديات المزمنة اللي بتواجه المنظومة التعليمية منذ سنين طويلة. يمكن النهاردة الحوار المجتمعي اللي تم إطلاقه اليوم شارك فيه عدد كبير من الفئات المختلفة، سواء أعضاء مجلس الشعب والشيوخ، طلاب، أولياء أمور، مجلس الآباء والأمناء، الخبراء محليين وخبراء دوليين. كان في مناقشات، يعني مناقشات مثمرة جدا يا يوسف، عن كل التحديات اللي بتواجه المنظومة واللي يمكن اللي بيعاني منها الطلاب في مختلف المراحل، سواء بقى يعني فيما يتعلق بالتحديات اللي بتواجه التطوير في حد ذاته، فكرة الوعي بأهمية التطوير وإنه خطة دولة وليس خطة وزارة، فكرة التكامل ما بين وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات لتحقيق الأهداف المطلوبة من تطوير المنظومة التعليمية، كمان يمكن طرح فكرة الكثافة في الفصول والعجز في عدد المعلمين. كل ده تم طرحه على طاولة النقاش النهاردة من خلال مجموعات عمل، يعني خلينا أقول لك طرح بكل شفافية، وتم طرح عدد كبير من المقترحات من كافة الحضور للأخذ بيها في الحسبان ووضعها في صياغة محددة يتم الاستعانة بيها حين الإعلان بشكل كامل عن الاستراتيجية بإذن الله إن شاء الله في وقت لاحق. خلينا أقول لك النهاردة كان يوم ثري جدا جدا جدا. يمكن الدكتور رضا حجازي تناول بالعرض في البداية وبداية اليوم الملامح الخطة الاستراتيجية اللي اشتغلت عليها الوزارة على مدار عامين كاملين، واستعانة بخبراء دوليين. يمكن النهاردة كمان كان في تعاون مع منظمة يونيسيف والاستعانة بخبرائها في كيف التكامل في مواجهة التحديات اللي بتواجهها المنظومة التعليمية، وإيه هي الخطوات الملموسة اللي يقدر يحس بيها ولي الأمر والطالب. يعني خليني أقول لك إن النقطة دي يمكن أهم نقطة. دكتور رضا حجازي حريص على إن التطوير اللي بيتم يكون الطالب وولي الأمر في مقدمة الأولويات. سواء من ناحية الدراسة في حد ذاتها،
استيعاب المناهج التعليميه، سواء فيما يتعلق به حتى التواجد داخل الفصول، كيفيه تلقي الدرس من المعلمين، تدريب المعلمين ايضا على كيفيه اعطاء او شرح المناهج التعليميه بما يتواكب مع التطورات الرهيبه اللي بتحصل على مستوى العالم ودمج التكنولوجيا في مجال التعليم. احنا ممكن بنتكلم كتير على فكره دمج التكنولوجيا، وبنتكلم كتير على فكره الابتكار والابداع والتفكير الناقد وادراك المفاهيم الكبرى، ولكن يعني النهارده كان في مصارحه وشفافيه كبيره جدا حوالين ابرز النقاط او التحديات المطروحه حاليا داخل المنظومه لمعالجتها بشكل نهائي، معالجتها من الجذور والبدء بشكل حقيقي في تطوير كامل وشامل لمختلف انحاء المنظومه التعليميه. طب ده كلام محترم. طبعا اليوم طبعا يعني انتهى بجمع التوصيات من مجموعات العمل المختلفه او ورش العمل اللي تم تفعيلها اليوم خلال الحوار المجتمعي، والدكتور رضا حجازي عرض في نهايه المؤتمر عدد من هذه التوصيات لوضعها في الخطه التنفيذيه للاستراتيجيه، والبدء في التفعيل فيها ان شاء الله باذن الله بعد التواصل بشكل كامل لكافه التصورات الخاصه بالخطه الاستراتيجيه. طبعا في عدد كبير من النقاط في هذه التوصيات، يعني ممكن لو الوقت يسمح ان انا استعرض لك حتى ابرزها. يا ريت قول لي حتى ابرزها بالظبط. طبعا يعني يمكن اهم نقطه فيها فكره تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، وده امر مهم جدا، ويمكن احنا خضنا تجربة ثرية جدا في هذه القصة تحديدا، التعاون مع القطاع الخاص في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني. صحيح. واللي حققت يعني نجاح كبير جدا، وغيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفني لدرجة ان في بعض الطلاب اللي خارجين من الإعدادية ويسمح لهم بدخول الثانوية العامة فضلوا ان هم يدخلوا مدارس التكنولوجيا التطبيقية علشان يبقوا خارجين عندهم خبرات مختلفة يقدروا يستخدموها وتوفر لهم فرص عمل جيدة في السوق سواء داخل مصر أو خارج مصر. كمان يمكن من أبرز التوصيات كمان العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس مختلف المراحل الدراسية، يمكن دي نقطة من ضمن النقاط اللي تم أخذها في الحسبان النهاردة والحديث عنها كثيرا، عشان خاطر فكرة التغلب على الكثافة في الفصول. دكتور رضا حجازي النهارده كان بيتكلم على ان بينضم لمنظومه التعليم سنويا ما لا يقل ما بين 700 ل 800 الف طالب، ده عدد كبير جدا، فلازم يواجبوا انشاء المزيد من الفصول، انشاء المزيد من المدارس، وجود عدد اكبر من المعلمين. ويمكن بالتوازي استاذ يوسف احنا طبعا عارف ان في اليه لانتقال المعلمين وتعيين المبادره الخاصه بتعيين 150 الف معلم على مدار 5 سنين. عندنا كمان يمكن من ضمن التوصيات اللي الدكتور رضا حجازي طرحها في ختام المؤتمر النهارده فكره انشاء نماذج لمباني مدرسيه صغيره منخفضه التكاليف، يعني فكره اللي هي المدارس الصغيره السمول سكولز اللي هي بتبقى داخل المنطقه او الحي عشان تستوعب الكثافات الموجوده داخل هذه المناطق. جزء خاص برعايه الموهوبين والتوسع في دمج التلاميذ من ذوي الهمم بمدارس التعليم العام وخلق بيئه تنافسيه وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنميه قدراتهم، توفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربيه الخاصه والدمج، والتوسع في اعداد برامج تعليميه مخصصه لذوي الاعاقه، تدريب المعلمين زي ما شرحت لك من شويه على اعداد برامج وانشطه تربويه لتعويض الطلاب وتنميه قدراتهم ومعالجه جوانب الفقد لديهم، اعداد وثيقه قوميه لاكتشاف ورعايه الموهوبين من ذوي الاعاقه وغير ذوي الاعاقه، يمكن دي حاجه مهمه جدا. طبعا كمان اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونه عاليه تتوافق مع الكثافات المرتفعه بالفصول الدراسيه، ودي نقطه مهمه جدا، فكره المعالجه الخاصه بتقديم الدروس وشرحها داخل الفصول اللي فيها كثافات مرتفعه، حتى دي النقطه دي تحديدا الوزاره بتضعها في الحسبان وبتقدم فيها حلول مختلفة أو حلول غير تقليدية علشان تعالج فكرة استيعاب الطلاب داخل الفصول ذات الكثافة العالية للدروس اللي بيقدمها المعلمين. طب ده كويس جدا. طب هل يا شادي في أي بنود أو نقاط متعلقة بدعم مادي لبعض الطلبة غير القادرين، إعفائهم من مصاريف الكتب المدرسية إلى آخره؟ احنا لازمنا الحوار المجتمعي مستمر يوسف، وهيبقى فيه جلسات اخرى هيتم عقدها،
هيبقى في استماع لمختلف الآراء من مختلف محافظات في مصر، هيتم إضافة توصيات أخرى ونقاط أخرى جديدة علشان يبقى في رؤية شاملة لكل التحديات اللي موجودة، وبناء عليها في النهاية هيتم وضع يعني شكل نهائي للخطة الاستراتيجية يعلن عنها الدكتور رضا حجازي. يا مسهل الأحوال، أنا بشكرك جدا 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 يا شادي، كما جرت العادة شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.